خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بالعكس يعني احنا كان في حادث فردي جدا زي اي حادث في الدنيا وانتهى، لكن يعني انا باسمي وباسم كل الفنانين يعني نكن كل تقدير واحترام لوزارة الداخلية. وانا لسه كان بيكلمني من شويه صديق ليا انا تعبه معايا مكلمه اسمه عبد الرحمن الصياد، يعني كل شويه بشغله بالقضايا كده، وكان هناك حتى بالمناسبه وقلت له بلغ تحياتي للوزاره وكل الرجال العظام اللي بيسهروا على يعني احنا نايمين مرتاحين وهم يعني بيبذلوا اقصى جهد، فكل التقدير والاحترام لوزارة الداخلية. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنوجه التحيه لكل وزراء لكل رجال الداخليه اللي سهرانين على راحتنا، ولولاهم ما كانش الامن رجع الشارع تاني، فبنشكرهم نتمنى لهم كل التوفيق. مبتدا.com